اوكي، احنا بدينا بتسجيل المحاضره. السلام عليكم طلاب، ان شاء الله تكونون بخير وبصحه وسلامه. بالنسبه للتقرير مالتكم، يعني مثل ما تشوفون انا عندي هنا هذا الشيفت مثبت عليه بولي، هنا بولي وهنا بولي اخر مربوط على بيلت، ينقل الباور من هذا البولي اللي هو اي، تنقل الباور الى البولي الثاني الى تطبيق اخر، ممكن يكون يعني شوف يعني اي تطبيق ثاني. بس انا حاليا عندي هنا أنا هذا البولي مربوط على بولي اخر من ماتور، يعني عندي ماتور هنا وبيلت يفر لي هذا البولي، فينقل الباور من بولي اي الى البولي سي. فمطلوب من عندكم يعني تصميم الفلات بيلت، يعني تصميمه شنو يقصد؟ يقصد ان الثيكنس هنا منطيك الثيكنس ممكن تختار من 8 الى 12، والعرض البيلت وايضا الطول، يعني ايش قد نحتاج لينك بالنسبه لهذا التطبيق اللي عندي. فهنا من اقول لك ديزاين ذا فلات بيلت، انت تيجي على هاي المطالب اللي عندك هنا، يعني تاخذها حسب ما موجود هنا، يعني كلها معلومه عندك، يعني كلها بسيطه. انا اشوف يعني نعطيك هنا، اذا تلاحظ الباور بالنسبه للبولي اي هو الباور راح يكون ثابت اللي هو 30 كيلو وات، وعندي البولي اي القطر مالته 250 ملم يدور بسرعه، اذا تشوفون هنا 1000 دوره بالدقيقه. بالنسبه للدايمتر مال البولي سي اللي هو راح يكون 300 ملم ايضا، يعني واضح اذا تشوفوها هنا، هنا دقيقه 250 وهنا 300. وانا اول شيء اللي اسويه انه اول ابدي بنقطه رقم واحد، لان من عندها انا شو راح احسب؟ راح احسب تي 1 وتي 2، بعدها احسب بي 1 وبي 2. فمن خلال هاي القوتين اذا تشوفوهم هنا راح يصير هنا مجموع، يعني تي 1 وتي 2 تاثر لقوه واحده على هذا الشفت بهذا الاتجاه اللي هي زاويه 45. بالنسبه للقوه الاخرى اللي هي بي 1 والبي 2 حيكون ايضا مجموعهن وتاثر على هذا الشفت بهاي الزاويه اللي هي ويا الهوريزونتال او ويا الزد اكسس. فهنا حيكون عندي قوتين مثل ما قلنا على كل بولي، وعندي هنا حيكون رياكشن فورس على البيرنجز. اوكي، احنا شو راح نسوي؟ يعني هي مجرد انه البيندنج مومنت دايجرام نرسمه، ونرسم الفورس يعني تاثير القوه مثل ما اخذتوها سابقا، يعني فنحسب القوه اللي تاثر على البيرنج، فمن خلالها انا اقدر اصمم البيرنج. ماشي؟ هاي النقطه الثانيه شلون اصمم البيرنج، هاي بدي احكي لكم بسرعه بعدين نجي عليها شويه بالتفصيل. من خلال هاي القوه الموجوده هنا اللي هي رياكشن فورس عند النقطه او وعند النقطه اي، وعندي هنا قوى، انا اقدر شو اسوي؟ اصمم الشيب. هنا شو راح يكون عندي؟ حيكون عندي هنا عزم اضافه الى قوه، يعني هنا أنا تورك جاي مين من البي 1 والبي 2، والتورك اخر جاي من التي 1 والتي 2. طبعا التورك هنا راح يكون متساوي، العزم هنا بهذا البولي هو راح يساوي العزم بهذا البولي. ليش؟ لان انا عندي باور راح تيجي عن طريق البولي اي تنقل عن طريق هذا الشيب. احنا قلنا شلون نصمم البيرنج، لازم عندي قوه، من هاي القوى انا اقدر اصمم البيرنج، يعني الريتنج فورس اللي راح تاثر على هذا البيرنج او هذا البيرنج اللي عندي هنا عن طريق القوى. من اجيبها؟ طبعا من الفورس دايجرام والمومنت دايجرام، يعني اذا اخذ مومنت حول هاي النقطه راح اوجد الفورس هنا، لان هاي راح تصفر القيمه، بعدين سميشن اف اكس وسميشن اف واي، نفس ما اخذته يعني تصميم الشافت او بالميكانيك، يعني بالبدايه اللي اخذتوها من المرحله الثانيه وغيرها من ترسم. لا تذكروا هسه اشوفكم كم مثال شلون هو وجد هذه الطريقه. فمن نجي على تصميم الشيفت، احنا ايش عندي؟ عندي هنا تورك، قلنا العزم راح يكون ثابت، العزم هنا وهنا ثابت، لان يعني عندي القوة ثابته، يعني الباور العفو راح يكون ثابته، هي حتدخل من طريق بولي اي الى البولي سي، وهاي الباور راح تكون هي نفسها، فالعزم يكون هو نفسه والسرعه الدورانيه نفسها عند هذا البولي وهذا البولي. فأنا اللي يفيدني شنو؟ انه العزم ما طول متساوي، بعد ما اوجد تي 1 وتي 2 اقدر اوجد بي 1 وبي 2. اوكي؟ تي 1 وتي 2 شلون اوجده؟ شلون احسب التي 1 والتي 2؟ حد يقدر يقول لي؟ ولا بتسمعوني؟ نعم استاذ. تي 1 والتي 2 نعم. هاي تي 1 وتي 2. اذا تلاحظون هنا بالبدايه اول نقطه اللي هي ديزاين ذا فلات بيلت، من اجي هنا معطيني كل القيم اللي اقدر من خلالها احسب التي 1 والتي 2 بالنسبه لهذا البيلت،
ليأثر على الكلي أي. يعني أنا هنا عندي موتور يدور بسرعة ألف ماشي، فعن طريق هذه السرعة عن طريق القوانين اللي أعطيناكم إياها من بالفلات بيلت، إذا ترجعون على الموضوع الفلات موضوع بيلت البيلت نعم صح. إيه نعم، راح تحسب تي 1 وتي 2، عندكم قانون اللي هو لين تي 1 على تي 2 يساوي اي تو باور ميو ثيتا صح؟ عندك الزاوية منطيك إياها 180 والميو منطينا إياها 0.3، فهي عندي معادلة أقدر أحسب من عدد تي 1 وتي 2. لازم أحتاج معادلة أخرى طبعاً، يعني عندنا جاهل اثنين اللي هي تي 1 وتي 2. فالمعادلة الثانية مين أجيبها؟ من الباور، تذكرون الباور يساوي تي 1 ناقص تي 2 الفيلوسيتي. الفيلوسيتي شلون أحسبها؟ تعرفون شلون؟ عندي الـ N قيمة الـ N باي دي N على 60، وعندي الدايمتر هنا 250 على تقسم راح يطلع عندك الفيلوسيتي. فهسا عندي معادلتين أحسب من عندها تي 1 وتي 2، يعني بكل بساطة يعني ما يحتاج لها أي يعني تعقيد. معادلتين أحسب من عندها تي 1 وتي 2. فأول خطوة أنا أمشي بالتسلسل، أجي على أول نقطة بعدين ثاني نقطة ثالث نقطة، يعني ما يتجون يصممون البيرنج أول شيء، ما تقدر تصمم بعد ما تحسب أول شيء التي 1 والتي 2، بعدها نحسب البي 1 والبي 2 لأن هذه كلش مهمة، يعني أيضا مجهولة بي 1 والبي 2. شلون نحسب البي 1 والبي 2؟ قبل شوية ذكرت لكم إياها. إحنا قلنا العزم بسرعة أستاذ؟ لا مو بسرعة، عندي العزم متساوي، هنا العزم التورك هنا راح يساوي العزم بهذا الجهة، فما طول العزم متساوي شاح يكون T1 ناقصا T2 في الR أوكي راح يساوي P1 ناقصا P2 في الR مالته. الR هنا راح يكون قيمته 250 نص 250، وهنا الR راح يكون قيمته نص 300 اللي هي 150، هنا 125 هنا 150، فالR راح يكون مختلف ولهذا القوى هنا راح تتوزع يعني بصوره ايضا مختلفه، بس العزم يكون متساوي بس الذراع عندي مختلف هنا. فعن طريق العزم راح احسب البي 1 والبي 2. زين هاي عندي معادله واحده، التورك يساوي قلنا تي 1 ناقص تي 2 في الار يساوي لنا البي 1 ناقص بي 2 في الار. المعادله الثانيه منين اجيبها؟ هنا معطيني معلومه، اذا تشوفون البيلت تنشن اون لوز سايد، يعني اقصد التي 2 اللوز سايد هي التي 2 من بوليسي هي 15%، العفو البي 2، يعني احنا بدنا نحكي على البوليسي، فالبي 2 هي حتكون 15% من التنشن اون ذا تايت سايد، معناته انه بي 2 تساوي 0.15 من البي 1، اوكي؟ هاي معادله ثانيه، وعندي معادله الاولى من العزم، فراح اوجد البي 1 والبي 2. اهم شيء بالبدايه انا احسب التي 1 تي 2 بعدين البي 1 والبي 2، لان من خلالها راح اقدر يعني اكمل الحل مالتي. صار واضح لحد هنا؟ اكو حد عنده مش سؤال او استفسار؟ هاي معلومه معطينا اياها بالسؤال، انه قايل لك العزم راح يكون لازم 15% باللوز سايد، يعني الجزء المرتخي راح يكون قيمه التنشن 15% او 0.15 من البي 1 اللي هو عند التايت سايد، انه يكون عندي مشدود. ولا بتسمعوني؟ صوت واضح؟ نعم استاذ. نعم استاذ. واضح استاذ واضح. هسه واضحه ال تي 1 وتي 2 شلون نحسبها؟ بي 1 وبي 2؟ من معلومات السؤال او هاي البروبلم ديسكربشن، يعني الوصف هاي المشكله، انه عندي هاي المعلومات من خلالها انا راح احسب ال تي 1 وتي 2 وبعدها احسب التي البي 1 العفو والبي 2، يعني هنا أنا بعد ما حسبنا تي 1 والتي 2 نجي نحسب البي 1 والبي 2. اوكي؟ نعم استاذ نعم استاذ. فيبقى عندي بس اعيد اصمم الفلات بيلت، شو راح اسوي؟ يعني حسب القوانين اللي عندكم، انا عندي مو هذا عندي ستريس منطيني 2.5 بالنسبه للبيلت، احنا قلنا الستريس شو يساوي؟ الفورس على الاريا، الفورس اللي هو حاخذ اكبر شيء عندي اللي هو تي 1 ما قلنا تي ماكسيمم، بس هنا لا عندي شنو؟ سنترفيوغال تنشن، يعني احسب قيمه التي سي ادخلها بالحساب، من خلالها عندي الستريس انه احسب الماكسيمم تنشن بعد ما احسبه، وعندي هنا الستريس والمساحه شاها تكون؟ المساحه هي الثيكنس في الويد مال البيلت،
الويد هو مجهول، فأنا حاحسبه حتى أصمم، لأن هنا المطلوب من عندي تصميم الفلات بيل، يعني أريد العرض والثيكنس وطول البيل، يعني الدايمنشن مال البيل كاملة. فأنا عن طريق هذا القوانين أقدر أحسبه. عندكم قانون بالنسبة للإل من أحسبه، موجود قانون هنا نوعية البيل طبعاً open نقدر نختار، أو إذا تريدون تختارون الكروس بس لازم يعني توضح لي ليش اختار هنا الكروس. أوكي هنا أنا open، السبب إنه عندي هذه الزاوية 180، فالبولي الآخر شاح يكون نفس قياس هذا البولي هو 250، يعني هنا عندي 250 البولي الآخر بالنسبة للموتور راح يكون أيضاً القطر مالته 250، لازم يعني حتى يحقق لي هاي الزاوية اللي هي 180. هنا أنا بالسؤال قلت لك الزاوية 180، فهي خلوها ببالكم. أيضاً الـ P1 والـ P2 هيكون الزاوية مالته 180، بس ما راح أحتاجها، إنه بس بالقوة اتجاه القوة هيكون بهالاتجاه. أوكي؟ أكو أحد عنده سؤال؟ نعم أستاذ. يعني بالأمثلة واضحة، يعني عندك density مال الماتيريال أيضاً راح تحتاجها حتى من نحسب الكتلة لكل وحدة طول. إذا تذكرون أكو سؤال وطيتكم هومورك مشابه له تقريبا. فأول شيء إحنا نصمم البيلت الدايمنشن مالته أبعاد البيلت، بعدها نصمم البولي. هم عندكم مثال مشابه له، يعني صمم لي تقول لي يعني كم أرم عندي بالنسبة للبولي، يعني كم ذراع، كان 4 أو 6، وليش اختاريت 4 وليش اختاريت 6، فكلها تذكر لي إياها. وبعد عندك التي الثيكنس مال الرم اللي اخذناها، وعندنا البي كابيتال اللي هو فشكو عندك شغله. هسه خليني افتح لكم الملف. يعني انا اللي اريده منكم اذا واضحه ال يعني تخيلوا هذا نفس البيلت اللي عندي، ال والثيكنس والويد، هذا الويد مال تل روح، واللي عندي ال نحسب الثيكنس مال البيلت. ثيكنس طبعا انا منطيكم بال هنا خيار انه انت تختار ما بين 8 الى 12. فهنا اذا تلاحظون اذا نختار الكروس هنا راح يكون عندي الزاويه اكثر من 180، فانا قلت لك 180، فهنا انت لازم تذكر لي انه الزاويه ايش قد عندك، العفو انه هل هو نوع انت اللي اختاريته بالنسبه للتصميم، هل هو اوبن بيلت درايف لو الكروس. فاني يعني تفضل انه تختار الاوبن، ليش؟ بسبب انه عندي الزاويه 180، يعني ما اقدر اسوي كروس، او يصير صعب انه راح يكون هذا القطر اكبر ولازم يحتاج يعني السرعه يعني تختلف عن هذه السرعه، فالافضل انه اختاره اوبن. اذا نجي على تصميم البولي، هاي اخر شيء، هذا البولي عندي البي سمول اللي هو قلنا عرض البيلت، بس هنا عندي تي شلون نحسبها، طبعا بها قوانين موجوده تفاصيلها هنا، وعندي هذا البي كابيتال ايضا نحسبه، وعدد الاذرع اللي موجود هل هي 4 أو 6، يعني ما تحتاج انه تفاصيل هواي، انه مجرد تذكر لي. اذا هسه نشوف هنا أنا مثلا لينث اوف هاب اللي هو قيمه البي راح يكون هو الويث اوف فيس، لا الهاب راح يختلف اللي هو الويث اوف فيس على 2، او ثيكنس اوف فريم راح يكون 5 ملم، ممكن نقول 5 ملم بسبب انه انا عندي الويت 300 او غيره. هاي يحكي على الستيل، لا العفو هاي قوانين مال الستيل، احنا نجي على الكاست ايرون. اذا نجي هنا هذه التفاصيل بالبدايه، عندي هذا القانون مثل ما قلنا سيجما تي، عن طريق هذا القانون انا اعطيك سيجما تي، وعندي الرو والفيلوسيتي معلومه، الكثافه ايضا معلومه. هاي طلعنا الستريس، من الستريس شو نحسب الويت. بس نجي اذا بالنسبه للبولي قيمه البي شاهد تكون هذه هي 1.5 1.25 من قيمه البي سمول. اوكي فهذين كلهم ثبتوهم بالتقرير مالتكم، هي كلها عباره عن قانون واحد، يعني بس تيجي تقول لي البي بعد ما حسبت البي سمول، طبعا هنا انا ثيكنس اوف ذا ريم قيمه التي راح تكون متغيرة ما بين هاي القيمة وهذه القيمة، يعني دي على 300 زائد 2 ملم أو دي على 200 حتكون بين هالقيمتين، يعني نقدر يعني نشوف أنت ايش قد حتطلع عندك، مثلا من 8.5 خلينا نقول إلى 10.5، قلنا أنا أختار العشرة هي بين هالقيمتين اللي هو الثكنس مال البيلت مالتي. بالنسبة هنا عندي دبل بيلت، احنا ما عندنا دبل بيلت، تقدر أنت تقسمه تقول أنا إذا استخدم دبل بيلت
اذا كان عندك البي سوام طلعت اكثر يعني مثلا 500 او 600 تقدر تقسمها على جزئين تقول عندي دبل بيلت وتستعمل هاي من حسبتي. فهي كلها يمك انت كمصمم يعني تعطيكم حريه بالاختيار. دايمنشن مال الارمز راح يكون انه عددهم خلينا نقول مثلا اربعه. احنا قلنا اربعه السبب لان عندي من 200 الى 600 من اذا نختار 6 من يكون عندي من 600 الى 1500. فهي كلها انتم تذكروها انه انا اختاريت عدد الارمز اربعه السبب انه انا عندي القطر مثلا من بين 200 الى 600 وهكذا. فتجون على هذين النقاط يعني تحسبوهن وحده وحده بعد ما تحسب قيمه البي والثكنس عن طريق هذه والدايمنشن مال الارمز. طبعا هنا انا من نحسب قيمه الاي 1 والبي 1 مثل ما قلنا هذا شكله على شكل يعني بيضوي. فهنا تتحدد هل البي اكبر من الاي الاي مثلا ضعف قيمه البي وهكذا. عندكم هذا المثال يعني تقدرون تجون عليه تقولون انه تفرض مثل ما هو فرض هنا مثلا الاي 1 اللي هو الميجر اكسس راح يكون 2 من البي 1 وتحلون يعني مجرد حلول انه توجدوا لي قيمه الاي بعدين وقيمه البي. استعينوا بالامثله راح تفيدكم كلش هوايه طبعا حتى نحسب القيم. يعني مثلا هنا انا اشوف لاحظوا شغله انه الدايمتر ما شفت لقيمه الدي نقدر نحسب الدي 1 عن طريق الدايمتر ما شفت. هذه نقدر نسويها بعد ما من نحسب قيمة الشافت دايمتر نيجي نحسب قيمة الدي 1 اللي هي شو تمثل دايمنشن مال هاب. يعني هذه الدايمتر يعني من هاي النقطة خلينا نقول يعني هاي الدايمتر بالنسبة للهاب. وأنا عندي هذا الشافت إذا تشوفوه هنا راح يكون هذا هنا أنا مثبت الشافت يعني هالوضعية هذه. فالدايمتر الدي 1 راح يكون أكثر من قيمة الدايمتر ما شفت هي 1.5 دي زائدا تعطيها 25. فهي كلها حاولوا يعني تثبتوها بالتفريغ حتى تحصلون على درجة زينة. احنا سواء وصلنا هاي النقطة الأولى أتوقع أنه واضحة أنه مطلوب من عندكم تصميم أبعاد الفلات بيلت وأبعاد البولي أوكي حتى نثبتها. البولي المنح يكون بالنسبة للماطور مو بالنسبة لهذا البولي. نحكي على الماطور هو نفس الشيء لان نفس الابعاد ونفس القوى راح تاثر. بس احنا هنا بالسؤال طلبنا منكم ديزاين كاست ايرون بولي فور اوف ذا موتور. فمنطينا الاوبل بيندنج ستريس 20 ميجا باسكال. ليش؟ حتى عن طريق اذا تشوفون هنا الاوبل بيندنج ستريس اللي هو هذا حيكون المومنت على قيمه زد. قيمة زد هو بهذا القانون والمومنت عندك اللي هو 2 تي على ام. تي هو شنو راح يكون؟ اذا تشوفون هنا اللي هو التورك ترانسميتد يعني نجي ناخذ العزم ما ناخذ التي اللي هو التنشن لا قيمة العزم فهو 2 في العزم على الان. الان هي عدد الاذرع اللي عندك ايش قد حددتها راح تكون بناء على عدد الاذرع انت اللي محددها. اوكي؟ فيبقى هنا الديزاين ذا بيرنجز. هنا راح نختار نوعيه او بيرنج بالنسبه نقطه او و اي. شلون راح نوجد شلون راح نحسب يعني او شلون راح نختار احنا البيرنج عند النقطه او والنقطه اي. طبعا من خلال القوى اللي تاثر هنا يعني هنا عندي ايش قد قوى بالنسبه للاي ايضا فهذا حتكون هي الريتنج خلينا نقول فورس اللي حتاثر هنا او اللود. فمن خلال انا احدد يا اما اللايف او انا اثبت اللايف نقدر نخلي اسامبشن نقول انه قيمه اللايف نختار عن طريق مثلا من البي دي اف او احنا نحددها الف دوره خلينا نقول او الف ساعه. خلينا نشوف هسه نطلع لكم البيرنج موضوع البيرنج احنا اللي درسناه قبل فتره. هذا كله طبعا يخص الجورنال بيرنج اللي ما اخذناه لان هذا يدخل يعني شوي موضوع مطول. حكينا على الرولر بيرنج الرولر كونتاكت بيرنج نشوف لنا مثال حتى على اساس انه هسه انا يعني عند النقطة اذا تشوفون هنا عند النقطة العفو او واي انا اذا اختار نوعية بيرنج فهنا انت مخير اما تختار البول بيرنج البول او الرولر بيرنج.
فعندك هذه الجداول اللي موجودة بالكتاب إذا تشوفوها إحنا عن طريق هذه الجداول طبعاً عن طريق الدايميتر أنا حختار أوكي. فهنا أنا نقطة اثنين ممكن إنه ننتظر بعد ما نحسب الشيف دايميتر وعلى أساس إنه نختار البيرينج أو إنه نختاره بالبداية ونشوف بعد ما نحسب الدايميتر ما الشيف. يعني مثال إذا هنا حسبته طلع عندي 50 مليمتر وأنا صممت الشيف طلع عندي مثلاً 48 مليمتر، فإذا القرار النهائي أقول قطر الشيف هو 50 مليمتر على أساس البيرينج حتى أوحدهم. إذا أكو صار اختلاف لازم أسوي ريديزاين أعيد التصميم مالتي حتى يكون نفس القطر. نقدر طبعاً هذه النقطة نخليها قبل هذه النقطة، يعني نقدر نصمم الشيف أول ونحسب قطر الشيف شقد عندي مثلاً طلع خلينا نقول 60 كمثال. أجي هنا أنا من أختار البيرينج مالتي وراح أجي على 60، يعني ما أخذ قيمة أقل، لا أجي على 60. فإذا اختاريت هذا البيرينج اللي عندي 60 وراح أحسب من عنده، إذا اختارينا ديب جروب راح نأخذ قيمة السي. تذكرون شلون حسبنا الريتنج لايف؟ فعن طريق ال 60 أشوف الريتنج لايف مالتي شقد تطلع عندي من طريق هذا القانون ال L بعد ما أطبق قيمة ال P. هنا طبعاً لا تلاحظون هنا أنا ما عندي thrust force يعني thrust load أو هذه قيمة ال flight axial load اللي هو ال thrust، نعم ما راح يكون عندي طبعاً اللي هي هذا الجزء، فراح يكون عندي بس هذا الجزء أو هيكون عن طريق هذا القانون لما نحسب قيمة ال P. أنا أقصد إذا ننزل هنا نشوف ال rating load هذا، نحسب ال load مالتنا أو اللي هو ال rating life مال بالكل 10 أو 6 ريفوليوشن. عندي قيمة الـ P حسبناها قلنا من قانون له، والـ C نجيبها من الجدول، والـ A هو حسب ما احنا نثبت إذا أردنا بول بيرنج أو رولر بيرنج. فأنت يهمك الخيار وتحسب الـ Life مال البيرنج. هاي إذا سويت شنو؟ ديزاين شيفت أول شيء، حسبنا قطر الشيفت كمثال طلع مثلا 55 60 70 كمثال يعني. احتمال 40. فانت انتبه هنا شوف هذه القطر ايش قد قيمته 250 قطر منه البولي، فالشفت مالتي لازم يكون يعني اقل من 250، يعني طلع 300 400 ما معقول انه قطر شفت 400 او 300 او 10 او 2 مليم، يعني قطر شفت 2 مليم كبرى او هيك يعني ما ترهم، فيكون معقول يعني ما بين خلينا نقول 40 45 الى 60 يعني هالحدود انه راح يطلع عندي قطر الشفت. إذا طلع عندك أقل أو أكثر معناته عندك خطأ بالفرضيات أو خطأ بالحل، يعني شوف وين عندك مشكلة، احتمال بالأرقام ضفت صفر زائد أو ناقص حسب، هو لازم يطلع بهالحدود. يعني إذا نجي هنا راح يكون الخيار مالتك على أساس اللايف أو أنت تختار لي شفت القطر المناسب أو البيرنج المناسب، وبعدها إنه تحدده عن طريق ديزاين ذا شفت. يعني مثل ما قلنا طلع هنا 45 صممت طلع 50، تقول لا انا لازم اخذ الديزاين مالتي او الشيفت مال يعني البيرنج لازم يكون نفس قطر الشيفت بالنهايه، او تقدر شفت لي هذه قبلها، يعني خلي ديزاين شيفت اول بعدين احسب البيرنج. طبعا يعني هي واحده متعلقه باللوخ، يعني تقدر تحل عن طريق الشيفت بالبدايه وبعدين تسوي البيرنج او بالعكس، فهي تبقى يمك. تقدر انت تسوي يعني يسموها مثل التجربة والخطأ، إنه تجرب صار عندك خطأ ترجع مرة تلوخ وتجرب أو يسوي ريديزاين. أوكي؟ فبالبداية يعني لازم أحسب القوى اللي تأثر هنا، القوى اللي تأثر على النقطة O والنقطة A، لأن هسه عندك هنا اثنين بيرنج، عندي النقطة O والنقطة A، فخلوها ببالكم. شلون أحسب هاي القوى؟ إذا نشوف هسه خليني أوضحها لكم بالدقيقة. يعني تخيلوا اذا تنظر للشيفت نظره يعني جانبيه، شو راح يكون عندي؟ راح يكون عندي هنا قوى راح تاثر هاي القوه على البيرنج، اوكي؟ البيرنج الاخر راح تاثر لي قوه هنا. ممكن هاي تكون للاعلى او للاسفل. وهنا عندي قوه من جايه؟ من التنشن مال البولي. عندي تنشن هنا نقول تنشن عندي هنا. طب هاي الحالة أنا شو أسوي؟ آخذ مومنت حول هاي النقطة حتى أحسب القوة اللي تأثر هنا.
وارجع بالعكس اخذ مومنت حول هاي النقطه حتى احسب المومنت احسب القوه اللي تاثر هنا او اخذ سميشن اف اكس يعني اما نقول سميشن شويه بالماوس صعب اكتب المومنت يساوي نقول صفر وعندي سميشن اف راح يساوي صفر فاخذ هذه المعادلتين عن طريق احسب القوه اللي تاثر هنا خلينا نقول هاي ال R عند ال O reaction force هاي reaction force عند ال E طبعا ما اعرف اتجاهها هي تطلع اذا طلعت سالب حسب ما فرضت راح اخليها للاعلى او اخليها للاسفل حسب طبعا هنا هذه العمليه شلون اسويها؟ اسويها بحالتين عند ال مو بلين يعني اكثر من بلين عندي اثنين لين هسه اشوفكم شلون شنو اللي دا اقصده عندي اذا نجي على البلين اللي هو الزيت اكس شايكون هذا البلين يعني الزيت اذا ناخذ محور زيت مع محور اكس فشاح يكون عندي كم قوه تاثر؟ احد يقدر يجاوبني؟ اللي هو الزيت ويا الاكس الاكسيال والراديال ساب تقصد؟ لا القوه اللي تاثر على الشافت عندي بصوره عامه طبعا اكسيال ما راح يكون عندي فقط انه راديال اكسيال ما راح يكون عندي اللي هو الثراست ما دخلته يعني ما عندي قوه تاثر بهالاتجاه يعني التصميم ما راح يكون عندي فقط انه قوه بس اللي عن طريق البيلت اللي هو يعتبر يعني قصدك راديال من البيلت القوه اللي جايه عندي من البيلت بدون اي قوه اتجاه الاكسيال او الثراست اذا ناخذ الزت ويا الاكس هذا البلين الزت ويا الاكس ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي القوة اللي هي P1 زائد P2 تأثر بهذا الاتجاه للأعلى. اوكي؟ وعندي بعد كم قوة؟ عندي قوة اللوخ اللي هي جاية من T1 زائد T2 هاي القوة في كوساين ال 45 حتى تكون القوة على بهذا المستوى اللي هو Z ويا الأكس. واضحة؟ لأن هنا راح يكون عندي اثنين بلين. البيرنجز تقدر تيجي منها على هذا الجدول. نشوف التطبيق مالتك تختار اللايف يعني تقول انا اختار هذا اللايف وتجي تصمم بالعكس يعني حسب ما انت تفرض او انت تحسب اللايف وتخلي الفرضيات اللي عندك. فحاول يعني تكون يعني خلي عقلك يعني مفتوح ومن تيجي تصمم شوف انت يا تطبيق تحتاجه وتخلي الفرضيات بس لا تخلي الفرضيات يعني ما معقوله او مو من ضمن الواقع او انت كمهندس تشوفها يعني غلط او غير شيء. يعني مثلا من تيجي على البيرنجز انه انا اختار اذا نجي هنا دقيقة عليها وين الجدول؟ خل بس نشوف الجدول مال اختيار البيرنج يعني عندك انت يمكن جدولين او ثلاثة هذا الجدول او هذا الجدول بالنسبة لل سلندريكال بيرنجز فلا تختار لي يعني مثلا ال 10 مليم اذا تجي هنا تشوفها 250 هل ال 10 مليم يعني يتحمل ال 250 او هاي الباور اللي بدها تاثر فخليها ببالك يعني شوف تختار لي فت قطر يعني ما بين انه يعني يكون قريب يعني على ما موجود بالصوره يعني الصوره هنا عندك شوف القطر ايش قد يعني فحاول تختار اذا واحد بيكم يريد يعني يدخل يشوف جداول بالانترنت يعني مثلا مو الا هذا الجدول يقدر يجيبه يعني اكتب بالانترنت مثلا مو صفر اثنين سيريز اكتب مثلا ثلاثة او غيرها بول بيرنجز راح يعطيك يعني نفس الجدول نفس الابعاد يعني راح يعطيك هم قيمة السي هاي يعني ثابتة لازم يعطيك قيمة السي والسي اس بالنسبة هاي للستاتيك حسب ما شرحنا عنها اذا هو كان ديب جروف او انجولار كونتاكت هاي حسب النوعية فاكو جداول بالانترنت يعني مو بس هذه اذا انت تريد يعني توسع بعد روح على غير جداول واختار لي البيرنجز عادي ما عندي اي مشكلة يعني لا تكون مقيد بالنسبة لل هذا التقرير ماله فحاليا لا تسوون قلنا الشيء بس هذين النقطتين اللي هي ثلاث